مرحبا، نحن مجموعة من 800 طالب من مدينة فيغو في إسبانيا. ندرك تماما ما الذي يحدث في بلدكم. حزينون جدا لأنه يتوجب عليكم أن تعانوا بسبب هذه الحرب. قمنا بعمل صغير لنثبت لكم محبتنا ولكي تعرفوا أننا لسنا مع الحرب وأننا لسنا مع أي فعل قد يسبب الألم لأي مجتمع. نحن لا نريد لكم الهجرة التي أجبرتكم عليها القنابل. لا نريد لتلك القنابل أن تجبركم على النزوح وأن تبعدكم عن أهلكم وعائلتكم. لا نريد أن تشعروا بالبرد. نحن إخوتكم أصدقاؤكم ونريد لكم مستقبلا أفضل، ولهذا على العالم أن يكون أكثر تواضعا وتعاونا وتفهما. عليه محاربة الظلم بسلاح السلام. من فضلكم الحب والسلام. والآن لنستمتع بهذا الفيديو وهذه الرسوم والموسيقى التي أنجزها الأطفال من أجل الأطفال. You got it.